الحمد لله على السلامة. دكتور طمني وقال لي يومين ثلاثة إن شاء الله وتكوني ببيتك. بيبي طمني على البيبي. إن شاء الله ربنا يعوضنا خير. الحمد لله على كل حال. سارة الحمد لله على كل حال. ملا فرح هي اللي عملت كده. عملت كده ليه؟ مش ما تعرفش الحقيقة. أنا مش فاهم حاجة. حقيقتي إيه؟ أستاذ يحيى سارة حقيقتي يا سارة. استاذ يحيى ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ ثانية واحدة ثانية واحدة. اتفضل حقيقتي ايه يا سارة؟ رد عليا. اتفضل رد عليا حقيقتي ايه؟ لو سمحت قوم اتفضل. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات ما تخليش حاجة تفوتك.